لنا فترة نسير دون أن نجد أثراً للقراء الذين أرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى نجد. ربما وصلوا إلى نجد وأكملوا مهمتهم وهم الآن في طريقهم للعودة. انظر، يبدو أن في الأمر شيئاً. إن هذا لنذير شؤم. هيا هيا نستطلع الأمر. يا إلهي يا إلهي، إنها مذبحة. لقد قتلوهم غدرا، ماذا عسانا نفعل؟ فلنعد إلى المدينة ونخبر رسول الله بما حدث. والله لا أترك هذه الأرض قبل أن أثأر لشهداء المسلمين.